ما دام أي حدث كفي ما كان دخل إلى القضاء فلننتظر جواب القضاء، وبعد ذلك يمكن أن نتحدث على موضوع آخر. الموقف الرسمي للمملكة المغربية لا توجد لها علاقة تجارية مع إسرائيل، هذا هو الموقف الرسمي، وبالتالي نحن نؤكد بأنه يوجد أي علاقة تجارية، وإذا كانت هناك أشياء يمكن البحث عنها لمعرفة المزيد. أما حاليا فنحن علاقات المغرب فهي علاقة منقطعة رسميا على جميع المستوى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.